السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتعلم اغنيه لما بقينا في الحرم. هي اغنيه طبعا كورد من على درجه الدوكا الري. تعالوا نشوف هنشرحها ازاي. نبتدي اول حاجه طبعا بالري ماينر. ري مي تاكيد بس او قوه شويه. المي بيمول ميجر والري ماينر. ري مي سول فا الفا معها اف ميجر اللي هي الفا ميجر. ري مي سول فا ري مي سول فا ري مي سول فا سول سول فا مي. والمي طبعا في نهايه الجمله اللي معها المي بيمول ميجر. مي واروح للدو دو ري فا مي دو ماينر. دو ري فا مي دو ري فا مي. لو عايز اغير العب المي بمول ميجر. دو ري فا مي فا سول فا مي ري. عيدها كمان مره بطيء جدا ومش هتكلم. سول ماينر. فانا يعني انا شايف ان السول ماينر اوقع شويه تبقى يعني في هارموني اكتر. فبتقول ري سي لا سي سول سي لا عشان يبقى من التالف الماينر للتالف الميجر. ري سي لا سي سول سي لا لا سول فا سول سول. بعد كده بنروح على السول سول سول فا فا سول فا دو ري مي فا دو ري مي ري. واقفل في النهايه على السي بيمول ميجر. يبقى كلها على بعضها.